مرحبا يا جماعة. بظل هالظروف الصعبة والحجر الصحي اللي عم نعيشه بلبنان وبالعالم، وإن شاء الله يمروا على الجميع بالخير، اكتشفت بقعدتي بالبيت إنه في أغاني كتير لإلي منسوبة لغيري، وفي أغاني لغيري منسوبة لإلي. وللأمانة حبيت طل عليكم مرة أو مرتين بالأسبوع حتى أخبركم ولادة أغنية أنا عاملها او مشارك فيها، تتعرفوا شو خفاياها شو خبياها، شو هي القصص ما وراء الكواليس، كيف انعملت، كيف تألفت، شو كانت الظروف من اي مسرحيه او غنيه اذاعيه او غنيه فيديو كليب. فحبيت انه كمان انشرها على قناه اليوتيوب الخاصه فيي، واذا بتحبوا تشتركوا اكيد بدكم تعملوا، قالوا لي في جرس اسمه نوتيفيكيشن، تكبسوا على الجرس وان شاء الله بتعجبكم الحلقات.